لا أصعب من الاتفاق على وقف مروحية الحرب إلا المحافظة عليها. فمن الجو تبدو الأرض المسيجة بالحديد والنار على قلق ما بعد الهدنة المنتهية مدتها، هدنة لم تصل إلى الأرض وبقيت سارية فقط في حديث المبعوث الأممي والدول الرعاة. وأكثر استدامة، لم يخرج ولد الشيخ أحمد حتى الآن لنعي الهدنة، لكنه خرج لطمأنة اليمانيين بتماسكها والدعوة مجددا لتمديدها 3 أيام إضافية. تناسى المبعوث الدولي أن الوقائع الميدانية دوما تتجاوز أقاويله بأشواط، بينما تسبق تصريحاته عادة حقيقة وضع مساعيه للحل. يقول مراقبون كان على ولد الشيخ أحمد في هذا التوقيت وهو ممثل المنظمة الدولية أن يدعو إلى إنقاذ الأرواح البريئة التي يتخطفها الموت في تعز والبيضاء والحديدة والمناطق الموبوءة بالمرض والميليشيات، وكذا إدانة أو فرض إجراءات عقابية على منع الميليشيا وفد المنظمة الدولية اليونيسف من دخول تعز، بدلا من الاكتفاء بتوزيع الوهم تجاه هدنة تقاعس الكبار منذ البدء على توفير أسباب نجاحها. فالثابت أنه منذ الساعات الأولى لسريان اتفاق الهدنة بدت مخاطر الانهيار التي تتهددها واضحة وفاعلة، وبدا كأن الاستمرار فيها مدينا لسياسة ضبط النفس التي قال الجيش الوطني والتحالف إنهما حرص عليها رغم خرقها مرارا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في أكثر من زمان ومكان. حدث ذلك في الحدود اليمنية السعودية وتعز ومأرب والبيضاء والجوف وصعدة وحجة، إذ صعدت الميليشيات من عملياتها العسكرية استثمارا للهدنة من أجل محاولة تحسين وضعها العسكري بعد الضربات المكثفة التي تلقتها لسيما أخيرا في صعدة مع قيلها التاريخي. الهدنة الإنسانية التي صارت جزءا من الماضي أقرت أساسا من أجل السماح بدخول شحنات الغذاء والدواء للبلاد التي تقول جماعات الإغاثة إنها تواجه كارثة إنسانية، ذلك كان الهدف الأول والأولى، لكن الرهان امتد إلى أكثر من نجاح إنساني وعسكري حال الإنقلابيون دون تحقيقه وتعمد إفشاله.